السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. شرفني كثير على أنني أحييكم وأشكركم كثيرا على دعم القناة اللي محتاجة المزيد من الدعم باللايك وبالجيم والبارتاج وكذلك بالتعليقات. ونبغي بغيكم تشاركوا بزاف التعليقات ورأيكم في الشيء اللي كنطرحوا وفي هذه الأحداث الشيء اللي راه واقع. إذا بغينا نتكلموا على ردود الفعل التداعيات ديال اتهام الجزائر للمغرب، وكما كنقول دائما ان وقتاش ما كتكون انتصارات الا والجزائر كتحاول انها تفسد تلك الانتصارات على المغرب، تحاول ما امكن انه تشوش له على الفرحه ديالو، تحاول ما امكن انها دير شي امور باش تبينوا بواحد الصوره سوداء امام العالم، وذلك باستعمال ديك الاليات ديال البروباغندا اللي كتظن راسها بانها مازالها فرحه فيها، ولكن كلها كتخلي ان العالم كامل يضحك عليها وتمسخر بها وتحط راسها في مواقف لا تشرف الجمهوريه الجزائريه. اذا مؤخرا وزاره الخارجيه الجزائريه خرجت بيان كتهم فيه المغرب بارتكاب عمليات اغتيال موجهه، وكيقول البيان على أنه تدين الجزائر بشدة عملية الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة. يعني بلا ما تسميهم ما عرفناش هاد الثلاث دول منطقة شكون هما وشنو هما علاش ما بيناتهمش واضح. وكيضيف البيان على أن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وتعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة. يعني هاد حكام الجزائر وحكام الوش والعجاج كيخلونا غير بالكلمات، حنا غادي نحلوا هادشي هذا ونوضحوا للمشاهدين الكرام سواء كانوا في المغرب او في الجزائر او مغربهم او اي واحد في العالم، على ان سبحان الله كان التاريخ يعيد نفسه. هادشي وقع، نفس الشيء وقع العام اللي فات في نوفمبر. دارت الجزائر او بيان او الرئاسة دارت بيان وقالت بانه المغرب قتل ثلاثة الرعايا الجزائر في منطقة جاية ما بين نواكشوط وورقلة الجزائرية بلا ما تحدد المكان بالضبط، وقالت بان في غمرة احتفال الشعب الجزائري في جومن البهجة والسكينة بالذكرى 67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة، تعرض ثلاث رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحنتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة في إطار حركة مبادلة تجارية عادية بين الشعوب المنطقة. وأكد البيان أن السلطات الجزائرية اتخذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا العمل المقيت وكشف ملابساته، مضيفا أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور، إذ بعد ذلك إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الإقليمي و الترهيب. إذن تقريبا نفس الشيء، وعدت بأنه على أنها الآن هذا الاغتيال لن يمضي دون عقاب. وناف في 4 نوفمبر 2021 درت حلقة ردا على هذه الترهات ديال حكام الجزائر، ويمكن تلقاوها في الدائرة البيضاء الفوق تقدر تعودوا لها. تقريبا وكأن كما قلت لكم ان التاريخ يعيد نفسه، كان الاحداث تتكرر، بمعنى انه هاد الناس عندهم واحد الاسلوب دائما كيستعملوه، كيديروا كوبي كولي لحوايجهم
وكيديروا سيبريمي الحوايج ديال المغرب. يعني السيناريو اللي موالفينو هو الاخبار الزائفه والبروباغندا والاسلوب اللي كيظنوا بانه نجحوا به في حرب الرمال 1963، حرب الرمال غادي يعاودوا ليه. لان كل ما كما قلت لكم ما كيحقق المغرب انتصارات الا وكيحاولوا انهم يردوا العقارب الى الصفر. فهذيك الوقت دخلات المينوسو وكذبات الشيء اللي قالته الجزائر، ونفس الشيء دارت نواكشوط كذبات ديك الاخبار. اليوم ما صدرش اي حاجه على المغرب، وما صدرت حتى شي حاجه على مينوسو، وما صدرت حتى على موريتانيا. والمغرب كنعرفوا على انه ما مسوقش الحكام الجزائر، يطبلوا ولا يغيطوا ولا يقولوا هادي ولا هادي، ما كيضيعش وقته معهم لانه هو غادي خدام الدق والسكات، غادي في المشروع ديالو التنموي، وغادي في تواصله مع حلفائه، وكيوفي التزاماته معهم. فقلت العام اللي فات نفس الشيء تكلمنا عليه، واليوم كي أصروا على تكرار نفس التجربة ونفس المحاولة الفاشلة، على أنه كيتهموا الجيش المغربي قتل ثلاثة الناس من دول مختلفة. كنقول دول مختلفة شكون كيعنيو؟ موريتانيا، الجزائر، السنغال، وهاد ثلاثة الناس مختلفة يعني فين كانوا؟ واش ما عندهمش الدول اللي كيهضروا عليهم تصدق أنها الجزائر تمثل نفسها وصية على الآخرين؟ زيادة على ذلك فين هاد الشيء وقع؟ المنطقة ما حددوناش في المنطقة، راهم غير قالوا بأنه منطقة يعني ماشي خارج حدود المعترف بها يعني بالنسبة للمغرب. واش كل المؤشرات كتدل على أن الشيء هاد الشيء وقع في مخيلة الجزائر، لأن المغرب ما صنعش شي حاجة. إذا أن هاد الشيء وقع في المنطقة الهازلة، وهذا بيت القصيد. ديك المنطقة العازلة اللي دائما تكلمنا عليها وقلنا هذيك مغربية، والمغرب دار فاش بغى يدير الجدار الأمني ما داروش مباشرة مع الحدود المغربية أو الحدود الموريتانية، يعني الحدود المغربية الجزائرية الحدود المغربية الموريتانية، كهز واحد الكيلومترات باش يتحاشى المواجهة أو الاحتكاك، أو باش ما يعطيش حتى شي ذريعة للقوات الجزائرية أنها تتهم المغرب شي حاجة. ونفس الشيء داروا مع إخواننا الموريتانيين. فهذه المنطقة العازلة مع الأسف الجزائر وحكام الوش والعجاج كيعتبروها منطقة محررة، وهي منطقة محرمة. يقولها منطقة محررة، حنا نقولها منطقة محرمة، لأنها منطقة مغربية، واللي دخل تما وحط رجلو تما ما يلوم غير نفسه. فاليوم الجزائر وحكام الوش والعجاج ميليشيات البوليزارو كيحاولوا يبينوا للعالم بأنه الصحراء المغربية المغرب كيحتل فيها 80%، وهما عندهم 20%، بمعنى أن هذيك المناطق محررة وغادي يزدوا عاد يحرروا مناطق أخرى. هذا داخل في البروباغندا والكذوب والوش اللي غاديين فيه. ف هاد الاحداث اللي كتوقع المغرب ما كيقول عليها حتى حاجه، وما كيزيدش تعليق، وكيعرف بانه ما يضيعش وقته في ديك الغوغائيه ديال حكام الغاز وحكام الوش والعجاج. بس السؤال اللي كيطرحوه المجموعه المتتبعين، واش الجزائر، هل الجزائر تريد حربا مع المغرب؟ الجواب بكل بساطه، هذه غير مناوشات، وهذا غير عنطرية وتفرعين خاوي. الجزائر لن تستطيع القيام بأي حرب مع أي كان، لأنه ما عندهاش واحد الأسلحة اللي تقدر تواجه بها. ثانيا، وهذا هو الواقع اللي خصنا نعرفوه، على أنه الأسلحة اللي كتاخدها الجزائر كتسوقها من روسيا، وروسيا الآن منشغلة
بالحرب في أوكرانيا. يالله تلفت لرأسها. زيادة على ذلك والميدان يؤكد وتصريحات حتى الروسيين أنفسهم كيأكدوا على أنهم خسروا الكثير في هذه الحرب الروسية الأوكرانية. وكان مسؤول عسكري صرح على أنه روسيا في حاجة إلى على الأقل 5 سنوات باش يمكنها تعوض ما خسرته من أسلحة. يلا عاد باش ترجع غير كيما كانت، عاد باش تفكر على أنه تبيع أسلحة لمنطقة أخرى. والجزائر مع الأسف بالنسبة لهم هما كيعتمدوا في التسلح على روسيا، ما نوعوش المصادر ديال التسلح. زيادة على ذلك حتى لا فكروا في التسلح منين غادي يجيبوه. الميزانية أو الخزينة كتعرف عجز كبير بسبب تراجع النفط، عائدة النفط وكورونا. اليوم اللي بداو عاد شوية الأسعار كيرتفع شوية، يمكن دابا كتسترجع شوية، بدات كتسترجع شوية العافية ديالها. إذا هذاك الجزائر اليوم راه غير كدير المناوشات، غير كتبين راسها بانه قاده وكتلهي الناس وبانه ما يمكنش فهمتي. بحال داك السيد اللي جبد الصداع مع شي واحد والاخر ناض ليه، وهذا كيهضر بالا باش ما نقولوش احنا كنهضروا على شي منطقه دون اخرى. خاف هكا قال لي شباب ام معنا يدين معنا رجلين، ابزق عليا نبزق عليك. نفس الشيء الجزائر تقول له شوف ما ندير لا سلاحه لا درون لا والو، شوف غير الخير الله يخليك انت تغوت منا وانا نقول منا وانت دير بيان وانا نرد عليك. وهذه مناوشات وصف هذاك الشيء اللي كاين. زياده على ذلك لان بالنسبه لحكام الوش والعجاج كيحاولوا انهم ينقلوا واحد الاسلحه من واحد المكان معين، دابا كيديوه للربوني. اذا حاسين بديك الانهزاميه في الميدان، وحاسين بانه المغرب راه مأكد على انه مصمم على ان اي واحد يدخل في ديك المناطق العازلة اللي هي مغربية مشى فيها بفضل الأسلحة المتطورة. هما كيقصدوا الدرون، هما كيقصدوا الدرون، هما دائما كيلمحوا لإسرائيل. يعني لما المغرب دار الاتفاقية الثلاثية ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أن أي حاجة كتبغي ديرها الجزائر كتبغي تضرب بها المغرب كتذكر إسرائيل، تحالف مع إسرائيل، مغرب إسرائيل، الأسلحة الإسرائيلية المغرب، مناورات إسرائيلية المغربية، تداريب، اتفاقيات عسكرية. مهم دائما كتحاول أنها تدور في هذا الشكل هذه. إذا الآن كما قلت أنه حكام الوش والعجاج كيحولوا السلاح ديالهم للرابوني، وهذا السلاح هو من نوع BMP-1، هذا اللي ما غير متطور وهو سلاح روسي وما عندوش شي فعالية كبيرة وكيسوى يعني ثمنه غالي، وممكن انه الدرون في رمشة عين انه تضرب هذوك الأسلحة اللي ما عندهم حتى شي إمكانية باش يدافعوا على أنفسهم. إذا هنا هذه كلها كتدل على انه لا الجزائر ولا حكام الوش والعجاج باقي عندهم واحد الخردة غير كيخلعوا بها وكيهشوا بها، وانه شافوا القوة الميدانية ديال المغرب وأن المغرب توفق عليهم في هذا المجال بشكل كبير. واش باقي لهم؟ باقي لهم غير الهضرة والوش والعجاج. وبداك الشيء كنقولوا دائما أنهم غادي يديو غير البرد. شكرا تمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.